25 ألف طن من المتفجرات وخمسون ألف قذيفة مدفعية، آلاف القنابل على مدار الساعة دون فرق بين الليل والنهار. 45% من تلك القنابل التي أسقطتها إسرائيل على غزة كانت غير موجهة وتسببت في قتل المدنيين، وهو ما جعل الجيش الإسرائيلي في مهب انتقادات المجتمع الدولي العالمي. وفقاً لصحيفة واشنطن بوست، لجأ الجيش الإسرائيلي للذكاء الاصطناعي باعتباره الأداة الأكثر فعالية في الحروب، فبدلاً من أن يضطر المفجر إلى إسقاط العشرات أو حتى المئات من القنابل الغبية لضرب هدفه بشكل فعال، فإن واحدة من القنابل الذكية التي تستعين بالذكاء الاصطناعي قد تؤدي هذا الغرض. لكن كيف تسخر إسرائيل الذكاء الاصطناعي لصناعة الموت في غزة؟ في السابق عند تحديد الأهداف لضربة جوية إسرائيلية، كانت الاستخبارات العسكرية تجمعها من مصادر مختلفة، مثلاً يأخذون معلومات من تقارير استخباراتية ويشيرون إلى المباني من البث المباشر باستخدام الطائرات المسيرة. وكان استهداف إسرائيل لخمسين عنصراً من حماس في غزة يستغرق عاماً على الأقل، أما الآن وبفضل الذكاء الاصطناعي يمكن القيام بذلك في غضون ساعات. الجيش الإسرائيلي يستخدم أداتين على وجه الخصوص في حربه على قطاع غزة، هما الإنجيل ومصنع النار وفقاً لصحيفة ليبراسيون الفرنسية. أما الأول فهو برنامج يدعى غوسبل بالإنجليزية والإنجيل بالعربية. يعتمد البرنامج على معلومات وصور من الطائرات المسيرة والمعلومات القادمة من اعتراض الاتصالات، كما يستخدم بيانات أبراج المراقبة لرصد تحركات الأفراد المستهدفين، ثم يعطي إرشادات لأهداف يجب مهاجمتها وعدد الأشخاص المحتمل قتلهم في القصف وفقاً للجارديان. والثاني الذي يطلق عليه مصنع النار، يستخدم لتحسين خطط الهجوم للطائرات والمسيرات اعتماداً على طبيعة الأهداف المختارة. الواقع الآن يضع العالم وجهاً لوجه أمام تحقق أبرز المخاوف التي لطالما أحاطت باستخدام الذكاء الاصطناعي، وهو الاستعانة به في وقت الأزمات والحروب. وأيد هذه المخاوف باحثون من شركة OpenAI التي طورت تشات جي بي تي، مضيفين إنه لا توجد آلية واضحة من شأنها إلغاء التهديدات التي أوجدها الذكاء الاصطناعي.